إلى تركيا فأحبها وتعرف إلى زوجته هنا فأطلق اسم المكان على اسمه. سنأخذكم في رحلة من السياحة والجمال والوفاء، اسمها بيير لوتي. تلة بيير لوتي أحد الأماكن التي يمكنك فيها التمتع بلذة القهوة مستمتعاً بمنظر إسطنبول الساحر. تقع التلة في منطقة أيوب المسمات تيمناً بأحد جنود حملات فتح المدينة الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري. يصعد إلى التلة بالتلفريك المقام على ضفة الخليج. مقابله تماماً يمتد على طول الخليج أحد أكبر مراكز تركيا بل أوروبا الثقافية، وهو مركز سوتلوجا الثقافي. تأخذكم أجواء المكان في رحلة عبر الزمن إلى الماضي الجميل. مقبرة أيوب الممتدة على سفوح التلة هي إحدى أقدم المقابر في إسطنبول، حيث توجد مقابر الآلاف من الشخصيات المهمة عبر التاريخ، على رأسها الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، وهي إحدى أكثر الأماكن زيارة في إسطنبول. يأتي اسم التلة من اسم روائي فرنسي أعلن نفسه صديقاً للشعب التركي، وهو بيير لوتي الذي التقى هنا في هذا المكان المرأة التي سمى روايته الزيادة باسمها، ثم أصبحت زوجته فيما بعد. انتقد لوتي بشدة السياسات الاستعمارية التي انتهجها الغرب، وتم إعلانه عام 1920 مواطناً فخرياً لمدينة إسطنبول. تلة بيير لوتي هي إحدى أهم وجهات السياح الأجانب في إسطنبول. تكثر على طول الطريق إلى السفح محلات بيع القطع الأثرية. إنها إحدى التلال التي يمكنكم من فوقها مشاهدة منظر إسطنبول عبر الخليج. تغص المقاهي التي تنتشر على التلة بالزوار طوال الوقت، وخاصة في الصيف وعطلة نهاية الأسبوع. آتي إلى هنا 4 أو 5 مرات في الأسبوع، فأنا أملك معرضاً فنياً قريباً من هنا، بالإضافة إلى أنني أستمتع وأسعد عندما آتي إلى هنا. المنظر من هنا ساحر وبديع ويشعرني بالراحة والسعادة. شيء جميل أن يعجب السياح من مختلف دول العالم بهذا المكان، ولكنه أمر متوقع أيضاً. فكما قلت قبل قليل، المنظر ساحر وجذاب، هذا ما يجذب السياح برأيي. انظروا إلى هذا المنظر، إلى تلك الروعة. انظروا إلى هذا المنظر، إلى تلك الروعة. هل من الممكن ألا نأتي إلى هنا برأيكم؟ عادة نصلي الفجر في مسجد أيوب ثم نأتي إلى بيير لوتي. الشاي هنا له طعم خاص، فهم يصنعونه على الفحم. نأتي إلى هنا للتمتع بطعم الشاي ولإمضاء وقت جميل مع العائلة والأصدقاء، فنجد الفرصة لتبادل الأحاديث. هذا ما يجعلنا نأتي إلى هنا كثيرا. بيير لوتي كتير حلو، إن شاء الله عن قريب الزمان. تفضل، أهلا وسهلا، ميت السلامة. أجيء إلى هذا المكان كلما سنحت لي الفرصة، فمثلا آتي مع ضيوفي عادة، أعتبر أننا محظوظين جدا، فهذا مكان مثالي للتنزه مع زوارنا وضيوفنا من خارج إسطنبول. منظر إسطنبول من فوق هذه التلة رائع جدا، والشاي هنا لذيذ والقهوة أيضا. يزدحم المكان كثيرا في عطلة نهاية الأسبوع وكأنه احتفال ما. بين عبخ أسمات أيوب التاريخية وتلة مطلة على جمال إسطنبول الطبيعي،
وتكنولوجيا التلفريك السياحي. ترشف رشفة من القهوة وتحس أنك ملكت الدنيا وما فيها. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول.